سم شوي ادخل اجتماع، عندي ضيف بس اخلص وجهي. حياك الله، روشن بصمتها في كل مكان، وجاء الوقت اللي احكي لك فيه عن انجازاتنا في 2022. في الرياض اطلقنا مبيعات المرحله الثانيه من سدرة، وفي جده اطلقنا مشروع العروس. لان الشركات الناجحه جزء من استراتيجيتنا، وقعنا اكثر من 27 اتفاقيه لتعزيز الاقتصاد وفرص الاستثمار. زي ما تشوفون على الأرض مشاريعنا جالسة تتقدم وتتطور. استخدمنا 500 معدة ثقيلة وأكثر من 8000 شخص عملوا لمدة 23 مليون ساعة عمل بدون إصابات ولله الحمد. أكملنا بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية، بدأنا التسليم قبل الموعد بسنتين، وبنسبة رضا عملاء تجاوزت 98%. حتى نوصل لكم ونوصل رؤيتنا، شاركنا بأكثر من 12 مؤتمر داخل المملكة وخارجها. وكمطور عقاري متعدد الأصول، استحوذنا على واجهة الرياض في أكبر صفقة عقارية في المملكة خلال آخر 8 أعوام، وبقيمة 2 مليار ريال. وفي المسؤولية الاجتماعية كنا موجودين، شاركنا في أكثر من 12 فعالية ومبادرة مجتمعية، كان أهمها رعاية الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي. وريان تحسين جودة الحياة من أهم أهدافنا، رعينا موسم الرياض للسنة الثانية، ورعينا ليلة عبد المجيد وليلة المعازيم. الرياضة كنا حاضرين، رعينا الفورمولا 1 والف جولف، والدوري سميناه دوري روشن السعودي بأكبر عقد دعاية في تاريخ الدوري السعودي. هالأرقام والإنجازات ما كانت بتحقق لولا وجود فريق عظيم وعمل داخلي مميز. فريق روشن ارتفع من 500 موظف إلى أكثر من 850 موظف حول المملكة، وهالجهود اتوجت بحصولنا على أكثر من 18 جائزة محلية ودولية. ومع كل تقدم وإنجاز روشن تثبت أن الحي يحييك.